الغير مؤهل لان يكون في الجهاز الفني. نعم. واللي ما لعبش الا تحت 18 سنه. نعم. وكل الجهاز الفني مستلف مبالغ كبيره قوي من نادي سموحه. اولهم هو اكتر من 600,000 جنيه سلف بلا مبرر. سلف مش بياخد مرتب بلا مبرر. بلا مبرر. اه. وبيصرف طرف جنوني. ولما جيت انا وقفت الكلام ده وبقول لك ان الناس اعضاء مجلس اداره صغيرين، شباب صغير ما عندهمش خبره في هذا الموضوع ومش عارفين هذا الموضوع ونفسهم طبعا ان سموحه هيكون في احسن مكان وافضل مكان و و و فصرفت عشرات الملايين، وصرفت ميزانيه اكتر من اعلى ميزانيه صرفها سموحه في حياته 150% على لاعبين مغايرين ولا يتناسبوا ابدا مع سموحه. سموحه معقل اللاعبين الممتازين. حضرتك سموحه طلع غالبيه اللاعبين اللي بيلعبوا في المنتخبات القوميه. سموحه باع للاهلي والزمالك والبيراميدز واليانج بويز والشباب وانديه سعوديه وانديه اماراتيه وانديه في اوروبا بعشرات الملايين لاعبين. وطلعنا احسن لاعبين. ووصلنا نهائي الدوري، وصلنا نهائي الكاس مرتين، وعملنا نتائج خرافيه. الان هذا الشخص او هذا الرجل بيقول العب انا ازاي في الجو ده؟ ده انت طلعت وقلت انا معايا 3 فرق وقبلت على نفسك تجيب 17 لاعب على الاقل بملايين الملايين الملايين ومضيت عليهم بخط ايدك، وبعد ما قبضوا 60% كتبت ان هم يمشوا. طب هو الكابتن طارق العاشر جاب الناس ازاي؟ وانا بطالب بطالب النائب العام وبطالب وزير الشباب والرياضه والوزير قال هيشكل لجنه واللجنه هتيجي وتحقق ونعرف مين اللي جاب اللعيبه دي. وانا بقول لك ان مجلس الاداره الشباب الصغير ده ما عندوش فكره خالص عن هذا الموضوع. ومين اللي جاب اجايه ودفع له 400,000 دولار بعد ما كان اجايه في ليبيا ب 100,000 دولار ومشي من انديه كثيره. 400,000 دولار في السنه. مين اللي صرف هذه المبالغ الخرافيه؟ مين اللي ضيع كل الفلوس دي على نادي سموحه؟ انا بطالب ولن اهدأ الا لما تيجي لجنه من وزاره الشباب والرياضه وتطلع هذا الكلام. وانا اعلنتهم باللاعب وباعلنتهم بالارقام وطلعت قلت في حديث نشر على صحيفتي على صفحتي بالكلام وكتبت الارقام اللاعبين بالارقام والفلوس اللي قبضوها. فانا بطالب بحق نادي سموحه وان فلوس نادي سموحه مش هتروح حضر. واللي بيقول انا بشتغل في هذا الجو ده بيقعد في اللوكندات بالثلاث وبالاربع وبالخمس وبالست ايام. ايوه عشان يحط خطط للفريق. ده لما بيوصل الساعه 6 بيطلب الغداء.